نفرق احيانا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهذه واضحة لكم شو معناته راح نسأل عن النعيم، لأنه ابتداء احنا شو بدت الصورة؟ ألهاكم التكاثر. التكاثر هذا مشان ايش؟ مش مشان التنعم؟ مش احنا قلنا لكم هو سمى له لأنه غاية المتلهي التلذذ، مش غاية المتلهي التلذذ؟ ولذلك قال، مش قال شغلكم، ألهاكم، لأنه غاية المتلهي ايش؟ التلذذ. غاية ما بده اياه، غاية ما بده اياه المتعة. المتلهي ليش بروحوا هم على المدن الملاهي؟ مشان تلذذوا. ليش بيلهوا الناس؟ مشان تلذذوا. بدهم يبعدوا عن الشغل اصلا، بدهم يبعدوا عن التعب. فهو هدفهم بالدرجة الاولى في يتلذذون بالتكاثر، يتلذذون في التفاخر، يتلذذون بشكل. اذا هو هم كل هدفهم التنعم. ولذلك ناسب في اخر السورة ديروا بالكم انتوا هدفكم التنعم والتلذذ، تنسوش كله راح تنسألوا عنه، سواء تلذذت بطعام، تلذذت بشراب، ولا وانت بتلاعب الاولاد، ولا بتلاعب الاحفاد، ولا بتتلذذ بكثرة القصور او كثرة البساتين او او او، مش كله تلذذ؟ وتلذذ كله تلذذ وكله نعيم. فاذا النعيم ما تلتذ به. انتبهتوا العلاقة القوية جدا بين ألهاكم وما ختم به السورة. ألهاكم واللي بيسموه ايش؟ رد المقطع على المطلع. رد المقطع على المطلع، يعني اين انقطعت السورة وانتهت؟ وشو علاقتها بالمطلع اللي هو ايش؟ شو بدأ هو؟ قال ألهاكم ثم انتهى. تسألون يومئذ عن النعيم. طب شو ألهاهم هم؟ هم بدهم يشتغلوا؟ لا، بدهم يتلهوا، بدهم يتلذذوا، بدهم يتلذذوا ولو بدون أهداف. الذي هي الهدف، الذي هي الهدف، التنعم هو الهدف، التنعم هو الهدف. ها؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أما بالكم بسألكم وانتم تدعوا إلى الله متلذذين في سبيله، هذا بده يكون في سؤال عليه؟ هذا على طول بنعطى ثوابه بدون ما ينسأل. فبناته اللي هو له والقصد فيه النعيم والتلذذ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.